لله وإنا إليه راجعون وحسبي الله ونعم الوكيل على كل باطل. يا أهالي منطقة الحسينية، يا قائم مقام الحسينية، يا المقاول الحسينية، شنو ذنبنا؟ طفل عمره 5 سنوات وبعمر الورد يسقط بهاي البلوعة ويموت، الله يقبل محمد. وينك انت يا 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 قائم مقام، يا محافظ بغداد، يا رئيس الوزراء؟ شنو ذنبنا؟ فقدنا طفل عمره 5 سنوات، 5 سنوات جاي على 11 بنية، شنو ذنبنا احنا؟ طفل سقط بهاي البلوعة سلمناها هسه للطب العدلي، شنو ذنبنا احنا؟ وينكم يا دولة يا حكومة؟ شنو الوضعية هاي؟ الى متى؟ وين تردون توصلون العراق؟ سويتوا بعد بينا ابسط الحقوق سلبتوها من عندنا. وينك انت يا قائم، يا قائم مقام؟ قائم مقام وينك انت؟ شنو شغلك؟ شغلك شنو؟ انت المقاول، المقاول تتحمل كافة المسؤولية عشائريا وقانونيا. انا دينك دم الطفل ما نخلي روح هدر، والله العظيم ما نخلي روح هدر، نحملكم مسؤولية قانونيا وعشائريا. تفضل شباع البلوعة، تفضل اخوي. طفل عمره 5 سنوات، 5 سنوات سقط بهاي البلوعة، هذا القبق مالها، هذا المقاول. وينك انت المقاول؟ شنو اللي سويته؟ اكو بلوعة مفتوحة؟ ما تخافون من الله؟ وين ترحون من الله؟ حسبي الله ونعم الوكيل عليكم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.